انطباع حضرتك عنه ايه؟ أولا يعني شخص مقاتل، متقلب، شديد الشراسة عندما يغضب، ولا أظن على وجه الإطلاق أنه كان بيحب مصر، لا أظن، بدليل الفترة اللي كان هو بيمسك الحكم فيها كان في مشاكل بين مصر والسودان، مصر مثل ما فعله البشير. البشير أغلق محطات الري، جامعة الخرطوم، المدرسة الثانوي، استولى على كافة إدارات تفتيش الري، يعني لم يعبث أحد بمصالح مصر في السودان مثلما فعل البشير. الرئيس البشير. على أي الحالات أنا بعتقد أن محاكمة البشير كان ينبغي أن تكون محاكمة سياسية، والمحاكمة السياسية كانت هتفيد السودان لأنها كانت تكشف العديد من أسرار انفصال الجنوب عن الشمال، ماذا حدث على وجه التحديد في دارفور، علاقة جماعة الإخوان بطبيعة الحكم اللي كانت موجودة، كل هذه الحقائق كان يمكن جدا أن يستفيد منها السودانيين والمصريين وكل العالم وكل التاريخ لو حكم الرئيس البشير محاكمة سياسية، ولكنه بيحاكم النهاردة في جزء من الجرائم الجنائية، لا يحاكم إطلاقا على القتل العديدين الذين وقعوا تحت حكم ضحايا لحكمه، لا يحاكم على جرائم الانفصال الجنوب عن الشمال، ما بيحاكمش عن أي جريمة حقيقية، وهذا يعني ما يدعو إلى الدهشة أنه المحاكمة فقط على تهمة التربح وعلى والأموال. تهمة التربع والتعامل بالعملة الصعبة ومحاولة الاتجار بالعملة الصعبة متعاونا مع رئيس الصوامع في الخرطوم. هل ممكن في وقت قريب ينقلب السيناريو ويحصل أي تغييرات في سيناريو محاكمة البشير ويتم محاكمته على بعض القضايا السياسية زي وقت فترة؟ أنا لا أستطيع أن أتكهن بذلك لأنه في وجهة نظر بتقول أن أعوان البشير لا يزال موجودين في السودان ولا يزال تأثيرهم قوي، بالرغم من أنه السودان تخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكن واضح جدا أنه أعوان البشير لا يزالوا موجودين وأنهم لا يزال يشكلون طرفا مهما في اللعبة السودانية.